السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كتب على إحدى السيارات هذه العبارة: نحري دون نحرك يا شفيع الخلق يا إمام الأمة يا خير الأنبياء، فهل هذا فيه نداء للميت؟ ما هو نداء استغاثة، ما هو نداء استغاثة، وإنما هو استحضار، يعني هل يسمونها الاستحضار، استحضاره في الذهن عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من الاستغاثة. نعم، إذا كان قصده الاستغاثة هذا الشيء، لكن ما يظهر أنه هذا قصده. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في صلاة أنت تقول في التشهد الأخير، في التشهد الأول: السلام عليك أيها النبي، هذا وارد في الحديث الصحيح، السلام عليك أيها النبي، ليس هذا نداء للرسول، وإنما هو استحضار له في الذهن عليه الصلاة والسلام. نعم.